تفضل. تسلم شيء. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا يا شيخ، انا بتصل عليك من المغرب. يا اهلا وسهلا. سنة ولا شيء؟ انا سنيه. يا اهلا وسهلا. طيب، اول شيء انا ما عندي فرق بين السنه والشيعه، لانه هو دين الرسول صلى الله عليه وسلم، ودين يعني الله اللي قالنا نتبعه. بس انا زوجي شيعي. زين. وعندي شويه شكوك، بحيث انه شفت اغلاط يا الله، صحيح البخاري وفي يعني بالصحيحين، جيد. في اعتقادات يعني ما اقدر اصدقهم، وكان بدي اسالك اذا انتم بتتبعوا نهج البلاغ ولا لا كشيعة. نهج البلاغة ليس كتاب كصحيح البخاري، به صحيح وغير صحيح. اوكي، يعني عندكم انتم كتاب تتبعوه كشيعة؟ عندنا كتاب، لكن لا يوجد عليه؟ عندنا كتاب كصحيح البخاري ومسلم، لا يوجد. الكل يعني ما كنا أقوال الرسول وهيك وشغلات تتبعوه كشيعة؟ عندنا مثل كتاب الكافي، بصائر الدرجات، كتب كثيرة، ولكن ليس كصحيح البخاري ومسلم كل ما فيه صحيح، لا يوجد. يعني أنتم اللي عندكم بالكتب كل شيء صحيح؟ هيك قصدك؟ لا، بالعكس، ليس كل شيء، معناه كل كتاب صحيح من الدفة إلى الدفة، ممكن بي روايات. الحمد لله، يعني انت وصلت. انا قاعده انا وخالتي وزوجي بالبيت، صارنا اسبوع بنحاول نتفرج فيديوهاتك، نحاول نفهم الصحيح. زوجي قاعد يقول لنا نحن الكتب اللي عندنا ما نصدقها كثير، نحن نشوف اذا الشغله اللي فيه بالكتاب في القران بنصدقها، اذا مش بالقران ما بناخذ منها. انا قلت له لا، ما يمكن، نحن عندنا شغلات بالكتب صحيحه، يعني كنا بنتبعهم. طيب، لأنه بيطلعوا معممين شيعة أو شيوخ شيعة، ما بعرف، بيقولوا أشياء يعني من الكتب كله، يعني أشياء ما بتصدقها العقل وأشياء ما بتفوت في العقل. فأنا هل أنا حرت بين الموضوعين، إذا مين معه حق؟ يعني مين معه الحق؟ أنت إلى ماذا توصلتي؟ صراحة لما شفت الأغلاط في الصحيح، يعني صدمت في كذا شغلة. إيش رأيك؟ شغلات يعني بيحكوا فيها ما لازم يحكوا فيها أبدا، يعني حرام يقولوا إنه عائشة كانت بتحكي كيف مثلا تنام مع زوجها قدام الناس، حرام يحكوا إنه أرضعت واحد كبير، شغلات يعني ولو هي مش يعني خالتي مثلا، خالتي تنقبت عن جديد من سنة بالمسجد، بيقولوا لها انه نحن غلط وهيك، وهي بتتبع هيدا اسماعيل، وليد اسماعيل. شفت انه انا ولو يعني السنيه مثلا، خلقت السنيه انا بالمغرب، نحن ولا مره حكونا على الشيعه، بس نسمع الشيعه بنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني ولا مره عرفت شو هي. لا كبرت وصرت بعرف شو هي يعني الشيعه، ان هن كمان مسلمون وهيك، صرت يعني بدي افهم شو الموضوع، شو الخلاف بيناتنا. طيب، والسؤال في عندي سؤال في عن ابائه، عن علي عليه السلام، قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الاهليه والنكاح للمتعه. هذا بالنهج تبعكم؟ نعم، الانوار. لأنه من كتب السنة، هذا من روايات السنة. لا، هذا من الكتب تبع الشيعة. نعم، اسمه نهج أنوار أو شيء هيك، ما أعرف. لأن حار الأنوار، لأن أصل الرواية هي في كتب السنة، هاي أصلها. أوكي، وعندنا قريبي ما فهمش، قال أن فلان تزوج امرأة متعة، فقيل له إنها لرجل، إن لها رجل، فسألها، فقال أبو عبد الله عليه السلام ولما سألها؟ ليش؟ أنا أكمل القصة. تزوج امرأة متعة، فوقف نفسي زوجة، ففشت عن ذلك، فوجدت لها زوجا، قال ولما فتشتي من زوج المتعة؟ ما هل يحق للمرأة أن تتزوج بالمتعة؟ لا. ولماذا حرمت؟ هي مكتوب أنها حرام، وعلي رضي الله عنه كرم الله وجهه كان قال أنها لا يجوز. لا، الرواية اللي ذكرتيها، هذه الرواية الإمام يتكلم عن حكم السؤال، هل إذا رجل أراد أن يتزوج امرأة هل واجب عليه شرعا أن يسأل هل هي متزوجة؟ لا، لأنها إذا كانت مؤمنة مسلمة
لا تتزوج وهي متزوجة، لابد أن تكون طاهرة وخالية، صح لو مو صح؟ صح. فسؤال الإمام هنا، فتوة الإمام، كلام الإمام عليه السلام هنا أن لا وجوب عليه أن يسأل، لا وجوب. وعن عبد الله بن سنان، أنت أنا ما فهمت جوابك، أعطوني مجال لو سمحت، أعطوني مجال. نعم سيدي. أنت بين أن المرأة متزوجة فلا ذنب على الرجل، بعدين راح ينفصل عنها، بس هو لا ذنب عليه لأن هي من المفترض أن تكون امرأة مؤمنة ملتزمة بهذا الشيء، يعني مدة العدة. بلي، بعدين هي منكاح المتعة، مو النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم شرحها. تدرون نعم معك شيخون، تدرون ولا لا؟ ما ندري، ما تدرون؟ لا. ولا مرة عرفنا الحقيقة انه كانت مذكورة اصلا في البخاري. في كمان سؤال عندكم. لا لا دقيقة دقيقة دقيقة، انت ما تعرفين نعم انه النبي صلى الله عليه وسلم شرع المتعة؟ الله عليه وسلم. لا ما تعرف. طيب دقيقة، ليش انتم متابعيني كل هالفترة؟ شلون ما تعرفون هاي الموضوع؟ شلون؟ انا خبرتهم كل شيء مولانا، خبرتهم كل شيء. المفروض هاي تعرفها، هي المفروض هاي تعرفها المتعة، وقريتهم اياها من صحيح البخاري، وقريتهم عن قصة عكرمة وعن قصص كثير، عن قصص لا لا زواج المتعة، المتعة المتعة. احنا سألناك انت شيخنا تجاوبنا، احنا سنيين، ولكن في كثير انتقادات بين في كتب الشيعة وكتب السنة. طيب الان اكتبوا على الجوجل، توصل الى الحقيقة شيخنا، اكتبوا على الجوجل. ايه نكتبه. دقيقة أعطوني مجال، دقيقة اكتبوا صحيح مسلم. نعم حيدخلون بكل من كتبكم، احنا عاوزين، احنا عارفين شو كتب. نحن بطلنا مصدقين الكتب هاد، اعطينا من الشيعة، فهمت؟ لا 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 لا، مو انت ما كنت تعرفين انه المتعة عند السنة؟ لا تدني، لا ما كنا. اي جيد، فأريدك تشوفين هاي الحلقة الان، هذا الشيء صحيح مسلم كتبتي. اكتب وماذا تبذلان، وماذا تبذلان، فنشر كل واحد منا، فنشر ماذا تبذلان، فنشر كل واحد منكما، منا برد با را دا ها برد برد برد. الآن أعطيه بحث وخلوا أقرأ الرواية. الدرر السنية موسوعة أول واحدة صح؟ أي أي. ورك الواحدة. الدرر السنية الموسوعة الحديثة. أن أباه غزا مع النبي فتح مكة. عليه الصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. عاد وينك؟ ما مش الحافظ. علي قال سمتعنا مع رسول الله أو أبي بكر، وقال ما زلنا سمتع حتى نهى عنها عمر. ان حلال على غير يتمتعوا يعني كل شيء، بس يروح الشيء يقول صح حقيقه. وكان ذاك الشيء شنو ورد وليد اسماعيل على شيء، حاول الدفاع عن الشيء، لازم وليد اسماعيل يتصل. وليد اسماعيل اتصل بقول له اجوا اضعوا ارضاع الكبير، اجوا تفضلوا. ما طلع لنا شيء، شو قصدك يا شيخنا؟ ليش الروايه بس دقيقه؟ نحن شفنا انه في عندنا بالصحيح انه مذكور المتعه، هيدا عرفناه، وانه بعدين حرمها عمر. جيد، يعني تعرفون هذا قبل قليل قلتوا ما نعرف. ما من جمعه، يعني من جمعه هسه الجمعه لما بلشنا نحكي في الموضوع. طيب ساعتها دورنا على الجوجل ودورنا. طيب بس نحن بدنا نعرف تفسير الايه الصحيح. طيب مو مشكلة، انتم تعرفون ان المتعة موجودة عند السنة والنبي هم شرحها. لا نريد ان نسمعها، ما كنا عارفانينها، اليوم هذا اسبوع عرفناها. طيب صح، وجبدنا الآية من القرآن كمان. طيب ايش تردون الآن؟ نريد نعرف يعني اذا عندكم مذكورة كمان في القرآن الكريم، ونريد تفسيرها. نعم عندنا وبشروط آية من كتاب الله. المتعة عندنا بشروط ليس كمتعة السنة. نبي السنة شرع المتعة أشبه بالزنا، لا شروط للمرأة
لا وحقوق للابن، احنا ما عندنا هذا الشيء. اولا المرأة ما يصير تتزوج وتطلق، تتزوج وتطلق، هذا يعتبر زنا، فلا بد ان تعتد عدة مثل المرأة المطلقة، جيد، لها عدة خاصة. هي كم تعرفون كم بالضبط؟ نحن نعرف. نعم، شهرين حائضتين، شهرين ثلاث شهور وعشر أيام. نحن بنقول ثلاث شهور. لعدة ثلاث شهور. لأنك تكون بصمة بتاع زوجها السابق، لازم تنمحي أصلاً يا شيخنا الفاضل. طيب. فهذا عند السنة ما موجود هذا الشيء، هي عندهم المرأة تتزوج وتطلق بنفس الساعة. لا عندنا إحنا. لا ما عندنا المتعة نهائياً. لا. لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نحن ما احنا ما عندنا ابدا زواج المتعة، ما حرام في حرام عندنا اهل السنة، لازم تتفقه شوي في اهل السنة قبل ما تقول الكلمة. احنا ما عندنا زواج المتعة يا شيخ. ها طيب، فالان لازم تطلعون الرواية اللي قبل قليل قلت لكم طلعوها، لازم تطلعوها. لا جبت لنا من القرآن الكريم. الان لازم تطلعون الرواية، واضح ولا مو واضح؟ اعطوني هذا الرجل الموجود يمكم، اعطوني يمكن لك، يمكن مذكوره، يمكن مذكوره. الان خلاص، الان لو سمحتوا، لو سمحتوا توقفوا، يمكن لو سمحتوا، يمكن مذكوره بهذوك، بس لو سمحتوا اكتبوا. ما بنعمل زواج المتعه، ها شلون مصيبه. اتفضل ادخلوا على الجوجل اكتبوا. لا شفت إن... لن اترككم ورب سالم سبلان، اذا ما تقرون هاي الروايه ما راح اناقشكم، انتهى الكلام. جبت لي محمد الرواية. يلا هلا فتموا بسالم سبلان، اخافوا قبل قليل يقول ما عندنا متعة، احنا ما عندنا. اكتب يلا، طلع الرواية لو سمحتوا، طلعوها الرواية. يلا يلا خلي يقروها بصوت عالي. ايش علمهم نبيهم؟ ايش يسوون نبينا؟ كلنا نبيكم انتم، ما اشتري فلس. بدون لو سمحتي بطل هذا الكلام، لو سمحت استغفر شو مصيب. نبيكم يختلف عن نبينا، نبيكم يبول بالزبالة، نبينا خالق الأكوان. طلعوا الرواية لو سمحتوا. هي باب النكاح صح شيخ أمير؟ نعم، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ. شو معنى نبيح ونسخ؟ أبيح يعني شغل النبي على صحابته وبعدين طفى، شغله وطفى هو بمزاجه. هي كنا نغزو مع رسول الله ليس لنا نساء، فقلنا خلاص عوفة انت، عوفة انت لا تقراها، هي خد تقراها. وين اللي كانت تقول ما عندنا متعة؟ خلي هي تقرا. تعريه 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 صيحه تعريه يا شيخ. لا هو قاعد عندنا زواج متعة. هاي خام خرجك من صحيح اقرا. انسحبوا كالعادة يا مولانا. انت لا تقرا لو سمحت، انت الان ابتعد بعد، ابتعد. كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا الا نستخصى، فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالتوبة إلى 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 أجل. ثم قرأ عبد الله يا أيها. إيش معنى ننكح المرأة بالثوب إلى أجل؟ بالثوب ما بعرف، بس إلى أجل يعني في مدة متعة، يعني إلى بالثوب يعني الثوب مهر. لا مدة ما بعرف شو يعني بالضبط. طيب كمل. نقص تفضل استاذ اشرح لي. هذا بالكتاب تبعنا صح؟ انصدمت. اي لا ما انصدمت. اي نعم صحيح مسلم كتاب النكاح. اي نعم اوكي. وفي ايه يا ايها الذين امنوا، عوف الايه الان، كمل الحديث. لا ما فينا نعوف الايه، هذا كلام الله كمان. مو هذا هم ايضا كلام الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، كمل الحديث. عليه الصلاه والسلام. الحديث هذا ام قال لك يا في ايه شلون مصيبة؟ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا الطيبات ما أحل. مو مشكلة إن شاء الله تعالى من الطيبات، كملي الحديث لو سمحتي. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد مثله، وقال ثم قرأ علينا هذه الآية ولم يقل قرأ عبد الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن إسماعيل بهذا الإسناد قال كنا ونحن شباب فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي، ولم يقل نغزو. حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا مهم، سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قال خرج علينا منادي رسول الله فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمع
تستمتعوا الله يعني متعه النساء الله 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 انا لما انا زوجي ليك انا زوجي قبل ما يفرجني يعني هيدي القصص اللي بالانترنت فرجاني آية قرآنية الله 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 بتبيعوهن ايه؟ هيدا الشيء أنا شفته إيش فلان إيش أمرهم النبي أمرهم بماذا بأن يتمتعوا مثل ما قال لهم الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله أعوذ بالله من الزنا عندكم زنا يا سنة أي فأمرهم أن يزنوا لا ما عندنا زنا عم أقول لك على الآية اللي قرأ لي فرجاني زوجي إيش الآن هذا اللي قرأتي فمتعوهن وأعطوهن أجرهن في القرآن من قبل قليل كنت تنكرين تقولين ماكو عندنا متعة لا قلت لك أنا ليك نحن في نحن في أنا وخالتي خالتي يمكن شوية طيب متعة خلاص طبعا. الآن بينت عند المتعة عند السنة وعند الشيعة جيد بس هنالك اختلاف بالشروط السنة عندهم المتعة زنا المرأة تتمتع باليوم مع 3000 شخص السنة الشيعة ما يصير عندهم لازم عدة جيد لا قلت لي أنا شفتها وراني آية قرآنية فيها تتمتع ولكن جيد. ولا مرة شفت حدا عندنا مثلا بالمغرب أنا يا مش فايتة يعني المغرب حيث احنا بالنسبة لي كان نقولوا زينة شنو واحد يتزوجك مرة أو ساعتين هو هذا نبيكم أبو الزنة هذا نبيكم أبو الزنة دمر العالم آخ من عنده أخ أبو الزنة نبيكم أبو الزنة صلى الله عليه وسلم على مين عم تحكي أنت اللي على نبيكم إذا بتسب الرسول أنت أصلا ماكو دين عندك أصلا هو يعني أنت مو تقولين زنة هو نبيكم شرع الزنة ولا تنقص لا أنا بنقص من دينتك ولا نحن اثنيناتنا أنت مو أنت الآن ترمين كلمات أنت واعية ولا مو واعية أصلا الدين دين غلط يمكن فأنا شلون مصيبة هاي شو أختك كريمة بابا يمكن هني عملوا أنت مو تقولين الرجل إذا يزوج المرأة بمدة هذا الزنة ثاني واحد بده يتمتع واحد بده يتزوج يمكن تفرقوا لك يسب في الرسول غير رسولكم شرع الزنا مو هاي الزنا قال لهم تمتعوا الرسول صلى الله عليه وسلم محمد غير هيدا ما بنعرفه هو شرع الزنا شرع متعة الزنا الله أعلم شرع أنت كنت معه مو أنا قليل قبل قليل قرأتي لك عشلون مصيبة يعني مش هو يعني مش هو اللي قال اللي كاتب الكتاب شكرا لك خلاص شكرا لك هذه العائلة الكريمة هذه الطير اللي فرفح مو أنفاسه الأخيرة شايف السمكة بإخواننا المغرب يسموها الحوتة حتى السمكة الصغيرة يسموها الحوتة كله يسمونها الحوتة الحوتة السمكة الصغيرة من تطلع من المي هذا وضحها هاي العائلة الآن وضحهم الحوتة طالعين من المي ما راح يرجعون اكتشفوا العار اللي موجود بدينهم مرة تقول زنة مرة تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم طلع خرج المنادي قبل قليل هي قرأت في صحيح مسلم خرج المنادي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر لكم بالمتعة قرأتها هي ارتاحت تونست بعدين التفتت لي قالت بس هذا الزنا هذا ميس 15 ساعة زوجة غير نبي يتشرع الزنا أنا شو علي النبي أنا لك هاي شلون هاي وضعية تعبانة والله العظيم نبيك تفضل هذا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا أستاذ بليز فيك تسمعني دقيقة طيب من وين من الجزائر أم المغرب من المغرب من المغرب سنة أم شيعة أنا كنت قبل شوي أنا بين يمين وشمال أنا بين واحد سنية كتير واحد شيعي كتير أنا بالنص هني بيحكوا حدي فأنا بعدت عليهم كرمال فيك تشرح لي أكثر ها أنت من ضمن العائلة اللي كانت قبل قليل صح؟ هلا فأنا زحت عن جنب كرمال أفهم أكثر أنا شو قصدي؟ أنا قصدي أنه من لما سكنت يعني لما خلقت في المغرب ولا مرة شي أستاذ حكى لنا على الشيعة ولا مرة حكى لنا شي أستاذ ولا شي يعني أستاذ عائلة أو شي عن زواج المتعة فدايما كنقول المتعة أعوذ بالله وعيب وهيك طيب ونحن يعني مثلا بعاشورة عندنا نحن مثلا بالمغرب عندنا عاشورة فيها حفل ما عندنا إنه مات فيها الحسن والحسين عليهم السلام أو شي هيك يعني عندنا إحنا عندنا تقاليد في المغرب غير تقاليد العالم يعني ولا مرة سمعت في هيدا زواج المتعة
طيب انا اول ما تزوجت زوجي تزوجته بهذا الزواج، زوجته كنفسي على سنة الله ومهر وهيك بأخ يعني مع علم اهلي واهله يعني. ولو قال لي قلت له شو هيدا نحن عندنا لازم ضروري تمشي عند المحكمه او العدول او عند شيخ يوثق لك هذا الزواج. طيب هذا عندي انا بالنسبه لي خذع بلاد. قال لا بلش يشرح لي، انا صار لي متزوجه انا وذك 5 سنين. طيب بلش يشرح لي هيك هيك وشو هيدا وهيدا وجينا على المغرب وتزوجنا يعني زواج حقيقي وهيك. بس يعني ضليت عم اساله من هون ومن هون اذا انا اول ما عرف زوجي اذا كان حلال هيدا اللي انا عملته معه ولا مش حلال وش. بس انا نيتي انه اهلي كان معهم خبر وكل اهله كمان كانوا معهم خبر. طيب فلما اجت خالتي عم بشرح لها انه الزواج مش حكيت لها هيدا حرام ولا ما عندنا هذا الشيء. قام زوجي عم بيشوف بالكتب تبعونا يعني الصحيحين في مذكور عن زواج المتعة. قلنا لي يعني ما يمكن يكون هيدا الشيء مذكور، شيء غريب يعني. جاب لنا كذا شغله كذا شغله، بتحكي عن عرض الرسول، بيحكي عن هبل الرسول، بيحكي عن كثير شغلات. فانا قلنا اعوذ بالله من هيدا الكتاب، بطلنا بدنا نشوف هيدا الكتاب. فهمت علي يا شيخنا؟ طيب 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 انا وياكم اسمع. انا كنت سمعك نسمع كمان. اي نعم. يعني ما هو هل لديكم اسئله الان؟ يعني ماذا انتم يعني حسب كلامكم انت الان بالمنهج السني تعتبرون كفرتم. لماذا؟ لانكم رددتم سيره النبي عندكم وسيره الصحابه منهم عائشه، هاي سيرتهم وهذا واقعهم وانتم كافرون بهم. فما هو الحل؟ ما فهمت يعني. نحن ما بنكفر لا من أهل البيت ولا من أصحابه. بس هلا من لما شفت الكتاب في طعن كتير بأهل البيت وطعن كتير بالرسول، انصدمت من الكتاب يعني. فركزوا معي ركزوا معي. أوكي، الأشياء التي انصدمتم بها عند السنة هي سنة النبي ودينه، من يردها يكفر. صح جيد، مية مية. بيغلق كأنه بطل يصدق الرسول. أحسنتم، أنتم الآن بالمنهج السني كافرون. فما هو ما تفعلون برأيكم؟ ما يعني ما هو موقفكم؟ أنتم بالمنهج. لو كنت عارفه موقفي ما كنت اتصلت عليك صراحة. طيب جيد، أنا أشجعكم أن تركبوا سفينة النجاة. أنت تشيع. مثلاً كيف بدنا نتشيع؟ كيف؟ بالشهادة. سمعتوا الشهادة اللي أقولها للمتشيعين؟ أذكرها للمتشيعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد الرسول وأن علي ولي الله. صح؟ نعم. وأن فاطمة وأبنائها المعصومين حجج الله. أوكي سوري بدي بس أسألك سؤال. لماذا نحن مثلا بالصحيح اللي نحن كنا كثير مصدقينه، لماذا بالصحيح ذكر أن علي هو ولي الله وخالفنا بهذا الموضوع؟ شنو يعني؟ مين هذا الحمار اللي عمله؟ مين هذا الحمار اللي جا غيرنا المواضيع اللي في دماغنا؟ لانه بس تحكي مع الواحد بيحكيك بيقول لك لا مش هو، بس تجبدي له صحيح بيقول لك لا يمكن ما. فهمت علي شو قصدي؟ نعم. حوروها بطريقه شيطانيه فقالوا لكم ان الولايه بمعنى الحب. لا قال لك مش الولي يعني يكون يعني خليفة الله في الأرض. أي نعم، غيروا مقصد كلام النبي من الخلافة إلى ماذا؟ إنه إحنا نحب علي، ومع ذلك لم يحبوه. فعلي كان يرى أبا بكر وعمر كاذبين آثمين غادرين خائنين. فأين الحب؟ أيوجد. وفاطمة ماتت وهي غاضبة على الأمة كلها ودفنت ولا أحد يعرف أين دفنت، وهذا عائشة تعترف به. فهذه عترة النبي التي يقولون أن النبي أوصى بها ثلاثا. صح، وقال وعترتي أهل بيتي، عترتي أهل بيتي، عترتي أهل بيتي، وذكركم الله بعترتي. صح، هاي العترة. صح. علي يرى أبا بكر. أنا ما بحب بس اللي ببلش يسب في نحن عنا ناس بيغلطوا في كمان شيء بيغلطوا. هذا بيسب مرت الرسول وهذا بيسب هيدو انا بغلطهم، فكرمال هيك خصوصا هيدو اللي بيكونوا في شيعة يعني مغلطين ببلشوا يضربوا ويلطموا هيك، فنحن بس نشوفوا هيك بنقول اعوذ بالله. ما هو موقفك من الناس اللي بيضربوا راسهم وبيضربوا اجسامهم بعاشوراء واللي
اللي بيلطموا شو هو موقفك كشيخ الشيعي؟ اولا شنو دخل اللي يسبوا مرت الرسول؟ مين هي مرت الرسول؟ عرضه. مين هي؟ عائشه. عائشه ليست مرت الرسول، عند طليقته. مين قال؟ مين يقول طليقته؟ هذه عندنا احنا الشيعة. عليون عليه السلام أوكل له النبي أن يطلق عائشة في معركة الجمل فطلق. هذه بكتبكم؟ أي نعم كتبنا. أي نعم كتبنا. نعم. أوكي، مثلا نحن نقول إنه ما طلقها مثلا بكتبنا نحن اللي نص نقول إنه نحن بعده، بس هي شو ما كان كانت أو طلقت كانت عرض الرسول. غلطت ما غلطت الله أعلم، يعني نحن ما كنا بهذاك الزمن، فعيب يعني انت مثلا انت شفت كذا فيديو تبعوا لك. لا هذا ما يصير، لا هذا ما يصير، هذا ما يصير. انت بتسب عائشة، بتقول لهم انت اعوذ بالله هيدا عرض الرب، يعني انت وشوفك ما بتسب، بس انت هلا كانك بدك تدافع على اللي بيسبه. ما فهمت المقصد. انا ما اسب عائشة، ما بعرف حيت انا شفت فيديو عندك بتقول لا ما فينا لانه هيدا عرض الرسول. أني يا أنت ما ليش تتعاطى مخدرات وتتذكر فيديوهات؟ لا أو بس إذا إشارات للشيعة ما فهمت. أنا أتقرب إلى الله بسب عائشة، أصلي صلاتي بسب عائشة، أعوذ بالله، أسبح بسب عائشة، أصحى من النوم بسب عائشة، أنام على سب عائشة، أكل على سب عائشة، أتسحر بسب عائشة، أبدأ فطوري بسب عائشة، كل شيء بسبب عائشة. سب شتم ولعن أيضا مع قليل من اللعن حتى للبركة. عموما في المنهج السني إن كانت عائشة زوجة نبيكم وتعتقدون أن مات وهي زوجته فهذا لن يغفر لها ويشفع لها. لماذا؟ لأن القرآن قال من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. فلو كانت نساء النبي يدخلن الجنة ومعصومات وطاهرات مهما فعلن لا يهدد الله بهذه الآية ويقول من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. هذه الآية ما لها لزوم إلا إذا كان. نزلت الآية على عائشة. ها عفوا، نزلت آية على عائشة. هذه على نساء. أي نعم على نساء النبي. يا نساء النبي هذا بالنص. تريدين تكتبين بجوجل طلعين هالآية؟ طلعي. لا لا بسمعك، ما بدي جوجل، انا جوجل ما بصدقها اصلا. لا بالمصحف. انا بدي كل واحد يكون عنده ما جيب المصحف. اوكي دي اللي كانت مع حفصه يوم حفيصه موجوده. لا خلي تطلعها، هم بس يسمعون وازواجه زفت العرس، ما يسمعون هاي الحايات. لا انا بسمع كل شيء ليك. انا قبل ما احكيك قبل هذا الاسبوع انا لا في ديني منيحه ولا يعني ما بعرف ولا شيء عن ديني صراحه. مسلمه وبس، يعني مسلمه كنقول اشهد ان لا اله الا الله، انا الريح اللي اجى ياخذني، اجت الشيعة تاخذني، اجت السنه تاخذني، انا من بعدني مش مصدقه مش مركزه اي يعني شريعه ناخذها. مو مشكله. من ياتي يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن، يعني شرط التقوى شرط. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. أوكي. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. اللي أنت شفتي كلام عائشة كلام قبيح فاحش، هذا خضوع بالقول ضد الأوامر الإلهية. فمعناها ارتكبت فاحشة فالله يضاعف عليها العذاب ضعفين، فعائشة في النار تعذب عند السنة. أما عند الشيعة مطلقة ملعونة. وين تريدين؟ يعني عندنا نحن أنه بتتعذب. إيه؟ على الأقوال تبع البخاري وذلك شيء. أحسنتم. وعندنا إحنا مطلقة وملعونة وسب وشتم. فوين تريدين تروحين؟ فيك تعطيني هذه الجملة عندنا نحن أنه نحن بالنسبة لنا أنه هي بالجهنم، لأنه ما بعرف هذه الجملة. أنت مو اعترفتي قلتي أن عيب عائشة تذكر ما يجري بينها وبين زوجها للناس؟ هذا الشيء لأنه هل اكتشفنا عن جديد؟ جيد. ما كنا عارفين. جيد. هذا خضوع بالقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا خضوع بالقول. جيد.
يعني فيك اذا حكيتي هذا الموضوع في شيء واحد يطمع فيك مثلا، كيف انت كنت بتعملي مثلا هيك قصدك؟ احسنتي، فهذا نوع من انواع الخضوع. الطبري تعرفين الطبري مفسر القران عند السنه. بس مثلا انا كنقول لك انه انا بطلت، بس لما شفت في اغلاط في هذا البخاري، كيف بدي صدق انه حدا كذب على عائشه انه قالت انه كيف بعمل مع الرسول؟ جيد جيد، جايكم جيد. يعني انا كانه انا عملني كانه ما عندي صحيح، انا وحده مسلمه جاهله. بالي فانت الان ما شاء الله عليكم ذكيه، هنيئا لك على هذا الذكاء. كفرتي بالسنه شكرا. بسبب عائشه جيتي مع الشيعة تردين الدافعين عن عائشة، ما شاء الله، هنيئا لك على هذا الذكاء، هنيئا لك. لا انا ليك انا ما هي كفرتك، انا بني سنة يعني سنة الرسول. نعم كريمة كفرتك بدي يا خي، احنا عندنا مخ يعني. بس اسمعي لو سمحتي، حاولي تسمعين اكثر مما تتكلمين، ممكن؟ ممكن؟ انا كنت سمع. طيب انت عائشة كفرتك بدينك وبكتبك وبصحاحك، وجيتي يمي تردين الدافعين يمها. عموما بس انا احب افرحكم، عائشه اللي شفتيها بكتب السنه تاريخها اسود وتتكلم مع الرجال موجود بكتبنا، ترى هي زانيه وفاحشه. اعوذ بالله، الله اعلم. أيوة. الله اعلم. اي نعم، هو عندكم كانت تتحارش بالرجال، عندنا نحن هي بتتحارش بالرجال، او في شيء اي نعم في جمله. اي نعم، سالم سبلان مو نزعت ملابسها، اتعلم وضوء النبي، هذا تحرش. عرض الرسول انت، هاي هاي يمك اللي تصيح، انت تقبلين واحد يطب عليك يتعلم الوضوء؟ لا انت بتغشي واحد راجل يدخل يقول لك ايش كنت تضايق. ايوه شو ما شفت، مش يقولوا لعائشه، وش يقولوا؟ اذا ما تقبل فعائشه ارتكبت حرام. هو هي الندبة الصغيرة؟ تسمعوني؟ ألو؟ إذا هذا اللي يمكم اللي سمعت صوتها، إذا ما تقبل تعلم الوضوء مثل عائشة أمها، فمعناها عائشة مرتكبة حرام. أنت قال لك وش تقبلي يدخل راجل؟ تبقى زوجة النبي عليه الصلاة والسلام فقط. ولكن تقبلي تبقى زوجة النبي، تشرب خمر خزنة خمر خير زوجة النبي. الله أعلم، هذا الشيء ما قدر. ما كنتي معاهم أنت في السرير؟ مو الآن، أنت الآن أنكرت فعلها بحجة زوجة النبي. أنت في التصوير هي النبدة الصغيرة؟ ندبة. عوف الندبة أخي كريم، عوف الندبة. أختي كريم أنتم صاحين ولا بيكم شيء؟ لا صحيح، الحمد لله على نعمة التوحيد، وحد الله عزل، الله أكبر، لا شريك له، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. لا صلى الله عليه وسلم. طيب أنت قبل قليل لا تقبلين أن تعلمين الرجال الوضوء لأنه فعل فاحش. جيد، من عملت هذا الفعل الفاحش؟ عائشة. الله أعلم، ما بعرف أنا. هذا المشكلة اللي بدي أقول لك، إنه أنا وين بدي أعرف إنه صحيح إنه عملت شيء؟ وين بدي؟ طيب جيد، طيب جيد جيد جيد. سنية. طيب جيد، اسمعي. يعني سنية يعني. اسمعي هذا الجواب، خلنا أنهي النقاش. اسمعي لو سمحت، اسمعي. عائشة عند السنة تلعب مع الرجال وتنزع ملابسها. عائشة عند الشيعة زانية ملعونة. وين تردين تأخذين تاريخها؟ تفضلي. وين بدي انا عم بسالك، انت قل لي وين. انا مع الشيء، انت وين تدي تروحين؟ لا هيك ولا هيك، انا بالنص، بعدني بالنص يعني، ما وين بدي، مين بدي صدقه يعني؟ مو مين بدي. الان خلينا في عائشه، انت انا اعرف انت مدافعه ما شاء الله عليك، جندي شرس عن عرض النبي عائشه، ما شاء الله، هنيئا لك. خلينا بعائشه، عوف الدين الان، عوف الدين، خلينا بعائشه، نتكلم بعائشة. عائشة عند السنة تلعب وتتحرش بالرجال. عائشة عند الشيعة الزانية. من وين تأخذين تاريخها؟ أنا ما أنا كان أقول لك أن جيت من السماء ونزلت، ما عندي تاريخ، هيك قصدي أقول لك أنا. طيب جيد، في امرأة اسمها عائشة عند السنة تتحرش بالرجال، عند الشيعة الزانية، من وين تحبين تأخذين تاريخها؟ بدي من القرآن. من القرآن في هذه الآية يعني عملت فاحشة. جيد، من القرآن ما في امرأة اسمها عائشة. يعني ما مصدق لهذا ولا هذا، يعني شو بدي أعمل؟ ما في شيء اسمه عائشة، يعني واحد يقول لعنة الله على عائشة يقول له اي ماكو مشكلة، ماكو هذا الشيء.
انت قلتي طليق نبي هلا، يعني انتم عندكم طليق ونحن عندنا مرت شويه ومن من بدنا نصدق يعني؟ لو سمحتي وياي وياي، انا اعرف كيف اوصل المتصل الى طريق مسدود وياي. انت تردين تاريخ مفصل لعائشه، انا اعرفك ما راح ما هذا ما راح تحصلينه ابد. عندي الشيعة الزانية، عندي الشيعة، عندي السنة تتحرش بالرجال. من وين تاخذين تاريخها الشريف؟ ما عندك شي واحد، عند الشيخ لازم تقول لي وين. انا تسأليني لان انا مع جماعة عائشة الزانية، انت وين تروحين؟ انت متصلة تايه؟ لا انا ما عندك شي واحد لانه ما اعطت ما عندي شي تفسير يقنعني انه هي عملت شيء خايب او عملت شيء منيح. شلون مصيبه ما جاي تفتي؟ قالك زعما انا معها كنقول جني غتمشي ما جاي تفتي الاشكال. بابا انت ما عندي شيء قنعك لان انت مو مع الطرفين، فانت ما عندك دين الان. ليش تبي مسلم؟ صراحه لانه انا دخت ليش جيد صير ملحده. جيد هذا اللي اريده. اي لا ما فيني ضروري في خالق الكون كله في خالق. طيب صيري لا دينية، يلا هاي حلوة لا دينية، تؤمنين بوجود خالق لكن لا دين. جيد لا دين الإسلام هو الدين اللي قريب لنا، رجعنا على سنة الرسول اللي لازم نتبعه. أنا مثلا شو أقول؟ أنا كنقول أنا مسلمة. شو هي المسلمة؟ إنه أتبع الرسول. الرسول قال إنه علي عليه السلام هو اللي لازم يكون الخلافة. لا لا هذا مو صحيح، هذا كلام مو صحيح. إيه. هذا مو صحيح. شو صحيح؟ مو صحيح هذا الكلام. شو صحيح؟ الكلام هذا مو صحيح. علي وخلافه مو صحيح. وشو صحيح؟ انت الشيخ قل لي شو هو صحيح. الصحيح انه عائشة شريفة ولا مو شريفة؟ ما بعرف. انت لازم تعرفين، لازم تعرفين ما دام تؤمنين بوجود هاي المرأة لازم تعرفين. الشيخ ولا بسأل مرتك؟ ما فهمت. انت سالتيني انا جاوبت، قلت لك عندي الشيعة، عندي الشيعة عائشة الزانية، عندي السنة متحرشة، وانت كفرتي بتاريخها. من وين تاخذين تاريخها؟ من طيزك اخو شرموطة، لانك ما بدك ترد. لين هذا أخلاق عائشة، هذا أنا عكست أخلاق علي الكرار، أخلاق فاطمة الزهراء، أنت عكست أخلاق عائشة. لين ما تقدرين، ما تقدرين. شوفي فكرت أنه أنا أصير شيعي مخنس، أصير شيعي جبان، أقول لك إيه تعالي آمني بعلي وصير الشيعية وهي عائشة عرض رسول الله شريفة. ما أنطيتكم هذا الباب، بينت لكم عائشة عندنا زانية وعندكم امرأة فاحشة. هذا الطريق من سديت أنا أعرف جالسة تتأذين سبحان الله، ولكن ما قدرت تتحملين. هذه قمة السفالة. شو أخلاق هاي سيئة؟ شو أخلاق سيئة؟ يكفي أنه أنت الآن في حيرة، هذا يكفي. معناها دين اللي أنت عليه دين وسخ، هذا يكفي الحمد لله. إيه شفت شلون؟ عموما الحمد لله اعترافهم شوفوا اخواني، رغم السب رغم الشتم انا بالعكس فرحان الله يشهد ورسوله. رغم انه هي اخذت وقت من البرنامج مو مشكلة، الوقت يتعوض ان شاء الله، بس انا فرحان. يكفي انه هي سنية مع عائلة سنية مرعوبين من صحيح البخاري ومسلم، هذا يكفي. هذا يكفي انه احنا ننشره كمقطع الناس تشوفه، عائلة سنية قبيحة تسب وتشتم مرعوبة من صحيح البخاري ومسلم، كافرة بصحيح البخاري، مرعومة من عائشة. لا ترى عائشة شريفة، مو قادرة تثبت شرفها، مو قادرة. يجون عند الشيعة، الشيعة يقابلونهم، يبا عندنا عائشة الزانية، يروحون عند السنة نازعة ملابسها، وين يروحون؟ هذا يكفي. هذا 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 شيء، هذا شيء جدا عظيم. الحمد لله، شكرا لله على هذه النعمة، شكرا لله. من نصر إلى نصر ومن ذل إلى ذل أتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أساس العنبر.